من 2017 تم إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، بحيث أصبح الحد الأدنى للأجور بلبنان 675 ألف ليرة. يعني عم نحكي بوقت البلد ما كان عم بيعاني اقتصادياً مثل ما عم بيعاني اليوم، وكان سعر صرف الليرة مقابل الدولار هو 1005 فقط، بينما اليوم وصل الدولار لعتبة 13 ألف ليرة. ووقع التضخم وارتفعت أسعار السلع بشكل جنوني، وارتفعت معدلات البطالة لنحو غير مسبوق، فأصبح الراتب إن وجد ما بكفي حق الطعام. وعلى هالأساس طلعت صرخة رابطة موظفي الإدارة العامة بوجه تصحيح الأجور بشكل شامل. ولكن هل الدولة عندها القدرة على تصحيحه؟ إذا بدنا نقوم برسم مشهد الرواتب والأجور للقطاع العام بحال أرادت الدولة رفعها بنفس قيمة انهيارها، 320 ألف هو عدد العاملين بالقطاع العام، بيتوزعوا على الشكل التالي: 120 ألف بالقوى الأمنية والعسكرية من الجيش، قوى أمن داخلي، أمن عام، أمن دولة، شرطة مجلس النواب، 40 ألف بالتعليم الرسمي، 30 ألف بالوزارات والإدارات العامة، 130 ألف بالمؤسسات العامة والبلديات، إضافة ل 120 ألف من المتقاعدين. فكلفتهم الشهرية هي بحدود 1000 مليار ليرة، يعني 12 ألف مليار ليرة سنوياً. فاليوم بوجه التضخم كيف بيتم تعديلها وبأي أسلوب يفترض على الدولة سلكها؟ إذا بدنا نصحح هاي الرواتب ونعدلها أو نزيدها بنسبة التضخم رح تزاد تقريباً بنسبة 100%، يعني عم يكلف هلأ 12 ألف مليار، ممكن يصير يكلف كلفة هي 24 ألف مليار. أكيد الدولة اللبنانية ما عندها القدرة أنه تأمن هيدي الزيادة، لأنه هاي الزيادة بدها تتم أحد عبر واحدة من اثنين. في عنا الاستدانة، مين بده يدين الدولة؟ المصارف معاش عندها مصاري تدين الدولة، بتلجأ لمصرف لبنان، إن مصرف لبنان بده يطبع عني إن في تضخم، أو بدها الدولة تيجي تقول أنا هاي السلسلة هاي الزيادة بدي أمنها من فرض ضرائب ورسوم، الدخل أرجع يكفي ليأكل ويعيش منه، فكيف بدنا نزيد عليه الضرائب؟ فنحن قدام حقيقة مشكلة. لذلك يبقى الأساس هو خفض سعر صرف الدولار، وخفض الأسعار هو الحل وليس زيادة الرواتب والأجور. بحسب شمس الدين إضراب القطاع العام مهم وأساسي، لكن زيادة الرواتب غير ممكنة. إضراب المهم ليلفت النظر أنه في معاناة حقيقية للموظفين. اليوم الموظف ما بيقدر الأستاذ المدرسي يروح كل يوم مشان 3 دولار. الإضراب كان مهم وأساسي، لكن الزيادة غير ممكنة. إذن تعديل الرواتب بالقطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجور هي خطوة ضرورية مستقبلاً، ولكن مستحيلة حالياً.